نعم، إذن مشاهدينا متواصلونا معكم في هذه التغطية المباشرة التي نخصصها للحديث عن رحيل الزعيم البطل القائد حسين أيت حمد اليوم الأربعاء بجنيف بسويسرا. نعيد ونذكر بأن الراحل حسين أيت حمد توفي عن عمر ناهز 89 سنة. معي الآن رئيس حركة مجتمع السلم السيد عبد الرزاق مقري. أهلا بك سيد عبد الرزاق مقري، أهلا وسهلا، مرحبا. نعزيك نعزي الجزائر بوفاة هذا المناضل الزعيم البطل القائد المجاهد حسين أيت حمد. إذا حسين أيت حمد كان وفيا للجزائر، كان يحب الجزائر، كان يوصي دائما بالجزائر، كان يحمل الجزائر في قلبه في نضالته. كلمة نعم، في حق هذا الرجل الهرم الذي سيبقى شامخا. السلام عليكم ورحمة الله. نعزي أنفسنا ونعزي الشعب الجزائري بوفاة آية حمد، هذا الرجل البطل، هذا الرجل الرمز، هذا الرجل التاريخي الذي هو من أيقونات الجزائر، والذي سيبقى يعني في تاريخ الجزائر. سنحدث عنه أبناءنا ونحدث نعم عنه الأجيال، فهو من الطلائع الأولى التي فجرت الثورة التحريرية الجزائرية. كان واحد من الذين تداولوا على رئاسة المنظمة الخاصة من المجموعة القليلة التي فكرت في الثورة وخططت في الثورة وفجرت الثورة. هو في الحقيقة مصاب كل الجزائريين. آية حمد بالنسبة لنا نحن ليس فقط مجرد يعني رئيس حزب، ولكنه قائد. هو أب لكل الجزائريين، هو قائد لكل الجزائريين. هو فضله على الجزائر فضل كبير، فضله على كل الجزائريين. هو من طينة الكبار، هو من طينة الكبار، أمثال بوذياف وأمثال كريم بالقاسم وأمثال خيدر وأمثال بن بولعيد وأمثال العربي بن مهيدي وأمثال العميروش وسي الحواس. هذا من طينة الكبار الذين سيبقون في ضمائرنا وسيبقون في أذهاننا وسيبقون في سجلات تاريخ الجزائر إلى الأبد، رحمه الله وأسكنه وفسح جنانه وجعله سؤال سؤال فقط سيد عبد الرزاق مقري، هل ظلمنا الدال حسين؟ نعم، بكل تأكيد الدال حسين ظلم. هو يعني رغم مقامه ورغم مكانته ورغم فضله على الجزائر، بعد الاستقلال أصبح مطاردا، أصبح يعني لاجئا، وقضى يعني جل عمره بعد الاستقلال يعني في لماذا السجن. لم تدافعوا على الدال حسين هذا الزعيم الذي احتضنته دولة أجنبية ولم يحتضنها أبناء بلده؟ نحن ممن دافع على آية حمد يعني، ولا يجب إطلاق الكلام هكذا دون ضبط يعني. لو تعود إلى مقالاتي الكثيرة، لو تعود نعم إلى بعض كتبي التي كتبتها يعني، لو نعم تعود إلى تصريحاتي الكثيرة، نعم كنت دائما أقول بأن الجزائر الذي يظلم فيه آية حمد ويظلم فيه كريم، يغتال فيه كريم بن القاسم ويغتال فيه خيدر، البلد الذي يهجر فيه بوذياف، هذا بلد قد تنكر لتاريخه وقد تنكر لأبطاله. هذا الكلام لم يفارقني في خطابي نعم السياسي، ولم أتوقف عن الحديث هذا الموضوع. وأنا السيد اعتبرت عبد يعني الرزاق مقري، كيف يمكن؟ أنا اعتبرت بأن هذا الظلم الذي تتحدث عنه أنت بصدق يعني، اعتبرت بأن هذا الدليل من دلائل يعني الانحراف الذي وقع بعد الاستقلال، حينما نعم تم الانقلاب على الشرعية، وكان آية حمد ممن تم الانقلاب عليهم. فلذلك كان آية حمد دائما حاضرا في حديثي وفي خطابي السياسي. لم أكن في يوم من الأيام أعتبر آية حمد بأنه شخص ينتمي إلى حزب سياسي نعم فقط، بل هو دائما كما هو قلت لكل هو أب الجزائريين. لكل الجزائريين وفضله على الجزائر فضل كبير. ربما تحدثت قبل قليل مع محلل سياسي، قلت كيف يمكن أن ننصف هذا الرمز الذي لم ننصف، فقال لي يجب أن نحب الجزائر كما
كان الدلحسين يحبها. برأيكم سيد عبد الرزاق مقري، كيف يمكن أن نستلهم من مواقف الدلحسين؟ هو فقط يجب نحن ان نتامل في سبب يعني هجرته خارج الوطن، يجب فقط ان نتامل في السبب الذي جعله يعيش خارج الجزائر، يجب فقط ان نتامل في مطالب ايت احمد، ثم بعد ذلك نوصف ايت احمد بالاستجابه لمطالبه. ايت احمد كان يريد التعدديه السياسيه، ايت احمد كان يريد الحريه، ايت احمد كان يريد التداول السلمي على السلطه، ايت احمد كان يريد الانتقال الديمقراطي. هذه المصطلحات الموجوده في تاريخ ايت احمد، هذه الافكار التي كان يناضل من اجلها ايت احمد. يعني خلافه مع النظام السياسي لم يكن خلافا حول الثروه او حول السلطه، خلافه مع النظام السياسي وحول الديمقراطيه، لان ايت احمد سنه 1963 اسس حزبا هو جبهه القوى الاشتراكيه، الذي بقي محظورا لسنوات طويله، كما ان بوذياف كذلك اسس حزبا الذي هو البيرس وبقي محظورا. يعني اذا هؤلاء الرجال يعني خلافهم مع النظام السياسي هو من اجل الحريه ومن اجل الديمقراطيه. فاذا اردنا ان نوصف ايت احمد علينا أن نلبي للشعب الجزائري المطالب التي كان يدعو لها ايت احمد. شكرا لك عبد الرزاق مقري على كل هذه التفاصيل، كما نتابع